السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرف قناه لينكس، معكم عبد المجيب. توزيعاتنا اليوم توزيعات التيميت اديشن. التوزيع هذه مبني على بونتو 12.4. الدرس هذا يمكن يطول ويمكن يقصر ما ادري، ولكن بما انكم اخر توزيعتين سويت المراجعه حسيتوا انه مسويين اي كلام، التفصيل الممل بتشوفونه ان شاء الله بالدرس هذا، مع اني والله هناك تعبت شوي. اوكي، طبعا منعنا على الشاي علشان مخمخ معكم. التوزيع هذه طبعا ترى غير مستقرة، اقول لكم على بلاطه. ليش غير مستقر؟ لان مليانه واجهات، مليانه مؤثرات، ومليانه اشياء خاصه رسوميه، فما بتكون ترى مستقره مثل ما انك تكون عندك توزيعه واجهه واحده، ولكن بالتوزيعه هذه ممكن تختار واجهه واحده وتستخدمها على طول. اوكي اوكي، التوزيعه جتني عن طريق الايميل. اي اللي عنده اي واجهه، اي توزيعه، اي شيء حاب اراجع له يرسل لي اياه على الرابط الموجود تحت خاص بالدروس، راح اسوي له مراجعه ان شاء الله. اوكي، يعني لو ما حاب انك تضيع وقتك تحمله وادري وش يرسل لي انا اضيع وقتي، يعني ما عندي مشكله. طيب، التوزيع طبعا زي ما قلت لكم على 12.4، ما نزل اصدار جديد الحين على اللي هو 14.4 الان. اوكي، الجدير بالذكر انه التوزيع هذه مليانه واجهات، مليانه مؤثرات زي ما قلت لكم. خلينا نشوف الواجهات اللي موجوده. عندك من سينمن الى ابونتو، طبعا عندك سينمن بانواعه جنوم، وفي عندك كي دي اي، وفي عندك لوبونتو اللي هي ال اكس دي اصلا اوبن بوكس، وفي عندك ابونتو اللي هي يونيتي، في عندك اكس بي ام سي اللي ما يعرف هذه واجهه خاصه بالملتي ميديا، اكس اف سي اي، واكس ابونتو هي نفسها زي بعض، تمام، وابونتو ستوديو هي نفس اكس اف سي اصلا. ماشي ماشي. طيب ايش الجديد بالتوزيع؟ الجديد بالتوزيع هو ضخامه المؤثرات والجماليات اللي موجوده. خلونا نختار واجهه افتراضيه اللي هم، وهي واجهه جنوم كلاسيك. طبعا ترى في بعض الواجهات ما نجحت تدخلها لان على الفيرتشوال بوكس والمؤثرات تسوي شوي قلق مع النظام. اوكي، هذه هي الواجهه الافتراضيه اللي هي جنوم. اوكي اوكي، طيب لو ضغطنا على الزر اليمين الحين بتلاحظ انه في بعض الاشياء الجميله اللي بتلاحظها موجوده، بسبب انه في عندك كومبز هنا. الكومبز هذا، الكومبز ايكون طبعا افتراضيا بيكون موجود على الكي 1. بصراحه انصحكم تستخدمون كي 1، ما تستخدمون كومبز لانه اقل مشاكل، ولكن الكومبز لا يعني ممكن ينزل على واحد ويصير ممتاز عندك، مليان مؤثرات وجميل جدا. طيب وش وصل له الحين؟ وصل له انه التوزيع هذه فيها الشكل التالي. اولا مليانه بالمؤثرات، مليانه بالواجهات، مليانه بالخلفيات. فعلى سبيل المثال للحصر، لو جينا للخلفيات هنا بتحصل انه يعني خلفياتهم كثير صراحه، في حاجات لها علاقه بالتوزيع، في حاجات ما لها علاقه بالتوزيع، يعني خلفيات متعوب عليها تكون متوافقه مع الشكل اللي هو الثيم الاسود اللي انا محبيته. طيب اوكي، في عندك الهو مثلا، روح للمجلدات راح تشوف شلون شكلهم. ماشي، طبعا اطار النوافذ اللي انتم شايفينه هو اطار كي دي اي اللي هو كي 1. طيب لو جينا الحين، طبعا في بعض الاشياء زي ما انتم شايفين، لو تلاحظون في بعض المؤثرات الحلوه حتى للماوس نفسه. ماشي، لو ضغطنا على زر يمين وبعدين رحنا لسلكت ويندو مانجر، من هنا انت تقدر تختار نوع المؤثرات اللي هو اول صح نوع مدير النوافذ. اوكي اوكي، راح نجي هنا نختار على كومبز. كومبز هذا فيه حاجات كثيره جدا، يعني خصوصا المؤثرات، طبعا مؤثرات جماليه جدا رائعه، وانصح تستخدمه فقط على كي دي اي، او عفوا على شو اسمه هذه جنوب، لانك تستخدم على السينمن وما ادري ايش، ما بيمشي الموضوع ترى. طيب لاحظ انه في مؤثرات بتصير عندك حلوه هنا، شايفين؟ طبعا كل مره تفتح بيصير عندك شيء جديد. طبعا اللي ما يعرف الكومبز بيعرف عن طريق هذا التوزيع، مجرد برنامج خاص بالمؤثرات، يفترض انك يعني او احسن انك ما تستخدمه. ليش؟ لانه يسبب بعض المشكلات مع بعض الواجهات الجديده، ولكن ممكن تستخدمه على مسؤوليتك وتقول والله حبيته واستخدمه. بصراحه البرنامج جميل جدا، اوكي، كمؤثر، ولكن بيسبب لك بعض المشكلات احيانا بالواجهه. طيب هذا بالنسبه لي المؤثرات. اوكي اوكي، هذا بالنسبه للواجهه الافتراضيه، طبعا نتكلم عن الواجهه الافتراضيه الان. التوزيع طبعا متعوب عليه ان يكون فيها كميه ضخمه من البرامج. ماشي، فعلى سبيل المثال للحصر ايضا، اوكي، ممكن تضغط على ابلكيشنز من هنا تشوف التطبيقات الموجوده، لو ضغطنا على اكسسوارز على قولتهم اندلس منيو، فممكن تنزل هنا الى ما لا نهايه، مليانه جدا برامج، مليانه مليانه جيمز. نفس الكلام، قال على فكره في ستيم، تتوقعون في ستيم؟ في بلاي اون لينكس، اللي يحبون بلاي اون لينكس حق ممكن تنزل عن طريقه اشياء كثيره من ضمن الالعاب، وفي حاجات كثير صراحه انا ما ادري وش هي، ما انا بلعب العاب. اوكي، جرافيكس، في عندك حاجات كثيره بالجرافيكس. اوكي، انترنت، في عندك بلاوي زرقاء هنا خاصه بالانترنت ايضا. اوكي اوكي، طيب اتركونا موضوع البرامج شوي، خلونا نمخمخ على الواجهات ونرجع برامج، يعني بس بقول لك اني برجع يعني. طيب لو ضغطت الحين على زر يمين مثلا هنا على المنطقه هذه، واخترت سلكت ويندو مانجر، واخترت على ميتا سيتي، طبعا ميتا سيتي يشتغل على جنوم ترى ما في مشكله. ليش اقول لك اختار ميتا سيتي؟ احيانا يمكن بتاعكم ما يدعم المؤثرات، ممكن يعني كرت الشاشه، ممكن المعالج، ممكن الرام، اي الى اخره، فانت ممكن تختار ميتا سيتي. ميتا سيتي تشتغل واجهه عادي جدا، ولكن تلاحظ ان اطار النوافذ مختلف، وراحت عنك اللي هي
المؤثرات، وايضا بتلاحظ في سرعه كبيره جدا جدا صارت في التوزيع. من الاشياء الجميله جدا ايضا ممكن تختارها من هنا اللي هو الكي 1، وهو مدير الـ او اللي يسمى كي ويندو مانجر او كي دي ويندو مانجر خاص بالكي دي اي. طبعا هذا فيه مؤثرات ترى، لكن مؤثرات بسيطه جدا افتراضيا. ممكنك تعدل على الخصائص حقته من هنا، تروح لهم سيستم تولز، بعدين تروح بريفرنسز، بعدين هذه كي دي اي سيستم سيتنجز، اضغط عليها اوكي، تروح لهم هذا ديسكتوب افكت، طبعا دبل كليك اوكي، بتحصل هنا اول افكت ماشي. الافكت اللي تبيه يشتغل اضغط عليه علامه صح، ترى بس هذا الموضوع ما فيه. فانا ممكن نشغل مؤثر زي ووبلي ويندو، وينه هذا اللي هو رقم تقيس النوافذ كذا اوكي. فانا ممكن رقص النوافذ الحين ابلاي، راح تلاحظ ان النوافذ بدت اوكي ويندو فولوينج ذيس نو بي في كود نوت بلا بلا بلا. ليش؟ لانه ممكن لاني على الفيرتشوال بوكس في شغله هنا ما اعتقد ان هذا يشتغل على الوبن بوكس. اكسبت نشوف، ما بيشتغل على الوبن بوكس. طيب طيب عموما عندي هنا عندك اللي هي المؤثرات، ممكن تجربهم على راحتك. في بعض المشكلات اللي راح تواجهها مع ذي لانك على شو اسمه ذا على البشع هذا الفيرتشوال بوكس. طيب خلينا نرجع على الكومبز نستمتع شوي، نذكر ايام الصبا او ايام الصبا. طيب هذا كومبز. طيب خلونا نطلع الحين من الواجهه هذه. لكن قبل ما اطلع في فكره لازم تعرفها، ان قبل ما اطلع من الواجهه حاول نختار مدير نوافذ يدعم لو تدعم الواجهه راح تدخل له. فالحين لاني راح ادخل على كي دي راح اختار على كي 1. هذا ما يعني الكومبز ما يشتغل هناك، لا انا اقول لك عشان تاخذ اداء عالي هناك. طيب لوك اوت، بيجيكم سفينه الحين رهيبه جدا. ما شفته وراح ذلك السفينه. طيب ممكن اختار من هنا اللي هي كي دي بلازما ورك سبيس، وبعدين ادخل طبعا رقم سري واحد. كي دي اي نفس الطريقه، لكن طبعا الشكل يختلف، ولكن نفس البرامج نفس كل شيء موجود هنا وهناك اوكي. طيب هذه الكي دي اي زي ما انتم شايفين، الكي دي اي طبعا معروفه بالاستقرار والجماليات اوكي. لو ضغطنا على ديسكتوب سيتنجز نلاحظ الخلفيات ايضا هنا موجوده نفس الفكره اوكي. مؤثراتنا هنا ما ادري صراحه القصه ما راح تشتغل، ما تشتغل، لكن من باب انه جربنا يعني اوكي. هنروح لم هنا بعدين الله راح نختار اكسلاندر يقطع اوكي. خلاص خلونا منه، ما راح نشغل اكسلاندر، شغل بعض المؤثرات البسيطه جدا اوكي. ما علينا من هذا، ايش عندك موجود بالكي دي اي؟ لو فتحنا على مثلا وين راح هذا مدير الملفات فاينل دولفين اوكي، بتلاحظ انه الايقونات ابو كلب يعني اوكي، ابو كلب يعني خايسه اوكي. فانت كيف تغير وتختار ايقونات اللي تناسبك؟ طبعا لانك تستخدم ايقونات جنوم، فايقونات جنوم ما راح تشتغل زين هنا. طيب اللي عليك تسوي ايضا انك تروح لم اللي هي مرحبا سيستم سيتنجز، بعدين تروح لم اوكي ايكونز من هنا راحت، وتختار الايقونات المناسبه. ما ادري اذا كان في ايقونات مناسبه اوكي. طبعا في ايقونات كثير زي ما انتم شايفين، ولكن لازم تنتبه انه ترى مو كل شيء يشتغل هنا لانك على كي دي اي، فلازم تختار شيء يشتغل على الكي دي اي، يعني مثل اكسجين على سبيل المثال، او ممكن تبحث عن طريق ال جيت نيو ثيمز اوكي. هذا اكسجين، اكسجين راح يشتغل اوكي. طبعا شوي بس قفل هذا وافتح من جديد وتحصل انه ايقونات اكسجين اشتغلت معك بدون مشاكل. طيب طيب نروح هنا مره ثانيه اوكي جميل. طبعا ممكن تغير الثيم البشع هذا الاسود، انا ما احب الاسود، فانا ممكن تروح تختار على ثيم ديفولت مثلا اللي هو الابيض، هذا مو ابيض يعني رصاص شوي، تختار اكسجين مثلا نشيل هذا شوي نحط ابلاي، يعني يكون في عندك شوي حياه بالنظام اوكي. انا اشوف اوكي. طبعا في مشكله هنا اللي خاصه بالبتاع ذا، انا تورطت شكلي اوكي. كلرز لانه يستخدم هذا، اصبر ديسكارد اضغط هنا اوكسي هذا من هنا لازم تختار اللي هو اكسجين اوكي اوكي. يا سلام على الشكل الجميل، اي هذا اللون يفتح نفسه واحد يقدر يشوف. طيب زي ما قلت لكم ممكن تستخدمون الكومبز ترى هنا اوكي، فاضغط عليها بزر يمين من هنا، بعدين سلكت ويندو مانجر، انقلع شوي انت سلكت ويندو مانجر، بعدين كومبز. طيب بشغل بشوي بس، وبعدين راح يفتح لك اللي هو الكومبز. طيب خلاص لو فتحت اي نافذه يعني بتحصل انه الكومبز يشتغل. طيب خلونا نقفل هذه. ما ادري اذا كان في ايميرالد ولا لا، ايميرالد سلكت جي تي كي اوكي. ايميرالد ما نزلوا ما ادري ليش، اللي خاص بالمؤثرات مو مؤثرات، اطارات النوافذ اللي تجمع الكومبز. خلونا نسجل خروج ونشوف واجهه ثانيه. طيب ليف لوك اوت اوكي.
سينما اخر شيء بدخل له لانه اعتقد انه ما راح تشتغل هنا. ولكن خلونا ندخل الحين على انا اخترت كومبيز. اوكي ادخل على بونتو اللي هو واجهه يونيتي. اوه خطط رقم غلط. يا شاهي الله صدق. طبعا زي ما قلت لك ممكن تواجه مشكله بعلمك شلون تحل يعني بعض المشاكل اللي هي واجهتها قبل شوي باخر الفيديو. طيب هذه واجهه الاوبونتو. طبعا لو تبونتو مبني على الكومبز يصغى على الكومبز. اذا ما في كومبز بتجيب العيد ترى انت وياه ماشي. طيب انا لاني على الفرق. اوكي تمام. فانت قلت تكتب هنا الكومبز ريبليست. مو بلازم تكتب الامر هذا بس انا بتاكد يشتغل كومبز ولا لا. مزرعة الكومبز وعلى مات السيتي. اوكي طبعا زي ما انتم شايفين ومعروف جدا واجهه الاوبونتو اليونيتي تعتبر من الواجهات الحديثه جدا يعني صار لها صولات وجولات. دليل نجاحها انه في ناس كثير كرهتها. طيب انا كرهتها طبعا. فهي طبعا مؤخرا صارت واجهه مستقره حسب كلامهم حسب اني جربت لكن فتره بسيطه كانت مستقره الواجهه. طيب في عندنا زي ما انتم شايفين ما في شيء معين ممكن ارجع لك اياه بالواجهه هذه تحديدا تمام. غير انه ترى في بعض المؤثرات ممكن ما تشتغل معك هنا. اوكي فالافضل انك ما تبع بص بال شو اسمه بالكومبس تخليه على جنب. خلونا نطلع هنا نروح لواجهه ثانيه على مثلا لوك اوت. لوك اوت. طيب خلونا نختار لبنتو ان شاء الله تشتغل. بس طبعا هذه من الواجهات زي ما يقول لك السهل الممتنع تشتغل يا شيخ تحت الارض فوق السماء اي شيء. اوكي طبعا هذه الواجهه زي ما انتم شايفين الليكس او الابونتو يفترض انها ما تستخدم مع كومبوس. اوكي يعني هي افتراضيا تستخدم على اوبن بوكس. فلو تحط اوبن بوكس بتشوف شيء جميل جدا اللي هي سرعه خرافيه بالواجهه ماشي لدرجه انه الشاشه هذه اللي ما نصم قادر لحق معي. طيب اوكي اوكي خلونا نقفل نشوف. طبعا زي ما انتم شايفين جدا واجهه بسيطه جدا. ممكن هنا تروح تغير بعض الاشياء مثل الخلفيات. طبعا الخلفيات بحصلنا موجودين هنا اعتقد. اوكي هذه بعض الواجهات اللي موجوده. طبعا ممكن تدور على راحتك وتجيب خلفياتك وتسوي اللي تبي. طبعا في خلفيات ثانيه محفوظه بالنظام. طيب طيب لو فتحنا مدير النوافذ بس عشان تشوف. ها اتذكر اول مره شفت الواجهه هذه كانت صدمه ما حبيتها بس الحين صراحه اشوف انها خرافيه. اذا عندك نوت بوك مثلا عندك جهاز صغير او عندك جهاز قديم الواجهه هذه تعطي شيخ شغله بسيطه جدا. ممكن تجرب مع الكومبز ليش لا يعني اضغط عليه بزر يمين سلكت ويندو مانجر اختر كومبز واستمتع. يعني ممكن الكومبز يعطيك اداء هنا مع... الله اعلم اقول لك يعني مشوف جهازك. انا ما ادري ما اشوف جهازك يا اخي ايش دخل بك والله العظيم. تصرف تصرف. طيب اوكي طبعا زي ما انت لاحظ انه بعض المؤثرات بتشتغل وبعضها ما بتشتغل. طيب اتركونا مع المؤثرات الحين خلينا نطلع من هنا لوج اوت. بعد ندخل على خلصنا من الابونتو. ابونتو خلينا نشوف الابونتو نوت بوك وتختلف ولا نفسه. اعتقد نفسه. لا مو بنفسه. لا انا طبعا على فكره هذه اول مره اشوفها. هذا ممتاز النوت بوك لانه بيصير كل شيء قدامك زي ما انت شايف. التصنيفات جايه قدامك هنا انترنت كل شيء الانترنت موجود هنا. بالمناسبه اذا كان عندك جهاز تاتش ممكن تنزل عليه الشغله هذه. انا ما جربت انزل عليه الشغله هذه اطلع ما جربت ابورط نفسي عشان اجي احد يسال. لا ترى ما جربت. اوكي ليرن عندك بلاي يعني كل الاشياء اللي تبي من هنا بضغطه واحده تشغلهم مع وجود القائمه. طبعا الجديد بالذكر انه بيكون في قدامك الاختصارات بس طق 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 خاصه على النوت بوك تحتاج كل شيء يكون شاشه صغيره فلازم يكون في شيء قدامك. طيب خلونا الحين نطلع مره الحين من هذه الواجهه ونروح على واجهه ثانيه. اوكي اوكي خلينا ندخل على اكس ام بي سي. طبعا هذه ما تستخدم على الديسكتوب. اوكي لكن ممكن تستخدم على جهاز يعني زي ما تقول خاص بالعرض يعني جهاز سينما عندك في البيت ايا كان. طبعا انا شفت شخص استخدم شلون كانوا جايب كونسول زي مو كونسول عفوا اللي الكنترول حق بلاي ستيشن بطريقه معينه موصل على النظام. هو مو زي حق بلاي ستيشن ولكن اقول يشبه حق البلاي ستيشن وصاير يستخدم بو الواجهه هذه. اوكي طبعا انا اقول لك ايش ميز الموضوع. انت ممكن تحط عندك واجهه او توزيع هذه عندك في البيت تستخدم يا اخي خلاص انت خلينا انا اشرح خلاص ابعد. طيب فانت كنت تستخدم عندك في البيت الجهاز خاص بالعرض الافلام مثلا عن بعد ممكن بريموت او بالكيبورد عن بعد ممكن تستخدمه. طبعا الفار هنا اداء ترى مش ما يشتغل يعني فانك راح تستخدم هنا اللي هي يعني كانك تسقع ريموت على الكيبورد ايا كان ماشي. فانت ممكن هنا تشوف بعض الاشياء الموجوده. طبعا انا ما استخدمت الواجهه هذه كثير وما عندي خلفيه كثير عنها ولكن ممكن نجرب شوف وش هذا ما ادري وش هو. اوكي نطلع اكزت. طيب نروح الحين نختار اكس اف سي. اوكي طبعا اكس اف سي ما في شيء جديد لاني اول مره افتح راح يقول لك تعطيك هذه الرساله.
طبعا اكسب سي تستخدم مدير نوافذ خاص بقى. اذا حاب تستخدم الكومبوز معه عادي ما عندك مشكله، ممكن تستخدم الكومبوز بدون مشاكل. طيب هذا الكومبوز يشتغل هنا زي ما شايفه ولا عندك اي مشكله. اذا حاب تستخدم مدير النوافذ الخاص به ممكن تستخدم اللي هو هذا اللي هو XFWM4. طيب هذا هو مدير النوافذ الخاص به. طبعا الواجهه جدا مبسطه وسهله. طيب نرجع الحين لواجهتنا اللي هي الاولى اللي دخلنا عليها اللي هي واجهه جنو، ونشوف بعض البرامج اللي موجوده. اوكي يعني بعض البرامج ممكن تخدمك. جنوم كلاسيك بوب. انا اخترت اللي هو اكس ما ادري وشو ذا، اعتقد راح يجي هنا اكس بعد اللي بيجي هنا كومبوز. هذه من الاشياء اللي تتواجه بالتوزيع زي ما انت شايف. وين راح الشريط اللي فوق؟ مو موجود. اوكي طيب انت ممكن تسوي شغله سهله جدا، لكن حتى الطرفين مو قادر اصلح هنا، ممكن اصلح عن طريق كنترول تي الت تي الت كنترول تي. اوكي طلعت الطرفيه. طبعا انت ممكن هنا تجرب تكتب كومبوز ريبليس انتر، شوف بيطلع الشريط اللي فوق ولا ما يطلع. طبعا الشريط ما طلع، عشان ما اجيب العيد واخربط الدنيا خلينا ندخل هنا نفتح اوبن تاب. شو اسمه فيوجن، لا مو فيوجن، كل اول بلوم بانل شاب ذا اي دبل ال. طبعا اوكي طلع الشريط. طيب طبعا هذه بعض الاشياء اللي تسببها ترى الكومبوز ماشي. اذا كنت تستخدم الكومبوز لازم تكون متعود على الشغلات ذي. طيب طيب كلوز. طيب اوكي يلا يا صديق. طيب خلينا نشوف البرمجيات بسرعه. الاكسسوارز طبعا في عندك بعض الاشياء الجميله الخاصه بالجماليات زي الافانت. الافانت عباره عن شريط يجيك تحت. انا كنت اقدس هذا البرنامج لدرجه خرافيه، الحين صرت ما ادري ادري عنه. يعني تعرف الحب القديم والشغلات هذه حبي. طيب اكسسوارز راح ادخل مره ثانيه الاكسسوارز. وش عندنا من الاشياء اللي موجوده هنا ممكن نمر عليها؟ جنوم دو. جنوم دو عباره عن برنامج تكتبه اي شيء يجيبه ماشي. على سبيل المثال اذا في فايرفوكس طبعا اي شيء في فاير راح يجيب لك اياه. فوكس هذا فايرفوكس انتر يفتح، يعني مليان حاجات جدا مبتدرة على فكره، مو مجرد انه برنامج جنوم دو مجرد انه زي ما تقول خربيط يفتح لك برامج بس، لا انت حتى تنفذ عليه عمليات حسابيه وبلاوي زرقاء. طيب خلونا نروح لهم حاجات ثانيه زي كينوت مجرد من الاحوال. طيب بوب 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 شتر برنامج خاص بالصور ماشي، يعني ممكن تاخذ صور وتعدل على الصور. برنامج خاص يعني او يناسب كثير للناس اللي تحب تسوي شروحات على الانترنت بشكل صور، ما ادري شو تحملون الناس دولة. طيب هذه هي جميل جميل. فانت ممكن تسوي نيو سيشن او نيو سيلكشن وتختار سيلكشن عندك انتر وتبدا تشخبط عليه تكتب وتمطرز. برنامج حلو. طيب مش عندنا بعد خلاص باب لازم كل شيء. الالعاب شفناها هنا جرافيكس مليان جرافيكس ما يهم. بالنسبه للانترنت في عندك كروميوم موجود، فايرفوكس موجود، اعتقد كل شيء حاطينه ذولا ما خلوا شيء. اوكي ما خلوا شيء، يعني كل برامج حتى برامج التورنت والاخره. برامج الاوفيس طبعا في عندك اللي هو الليبر اوفيس بالاضافه الى برامج ثانيه، يعني حاطينه هم ليش؟ يفترضون ان عندك او نظام تعبان شوي او زي ما تقول قديم شوي، او عندك جهاز قديم حاب تستخدم بعض البرامج عليه. يعني عندك زي مثلا ابي وورد هذا اقل متطلبات من البرنامج حق الليبر اوفيس رايتر. طيب بروجرامينج في برامج خاصه بالبرمجه هنا زي فلوفيش جامباز. اوه حلو ذا جي بيش مش يا رجال بي اتش بي يفتحوا الشيخ بي شيء. طيب ساوند اند فيديو طبعا هنا اذا في في ال سي خلاص يكفي. اوكي هذا في ال سي موجود. سيستم تولز مليان بلاوي هنا ماشي. يهمني بصراحه امر بسرعه على السنابتك باكج مانجر، وهو برنامج خاص باداره الحزام، لازم يكون موجود عندك على التوزيع تدير حزامك بسرعه. يا سلام على اللي طلع قبل شوي حسيت نشوف الاخبار. طيب هذا ما هي تكتب اسم اي برنامج تبي. فعلى سبيل المثال الحصر بصراحه هم خلوا برنامج يعني بالتوزيع اللي نزلوه شو نزل. فعلى سبيل المثال جيمب مثلا جيمب، فانت كنت حاط علامه صح وثبته من هنا ماشي. طبعا من هنا اقصد ماشي مارك فور ابجريد اذا في تحديث والى اخره. طيب في عندهم ايضا من الاشياء الموجوده هي اوبنتو سوفت وير سنتر خاص بالبرامج مشهور ايضا ومعروف. تبحث من هنا على البرامج وتثبت البرامج. خلاصة الحديث او خلاصة التوزيع اللي صار 19 دقيقة وانا اتكلم بدون توقف عن هذه التوزيعة، وطبعا بتطول الى ساعة يمكن اذا انا بدور على كل شيء موجود بالتوزيعة هذه. التوزيعة ممتازة جدا بصراحة اللي يبحث عن جماليات ويحب النوع هذا من التصميم اللي هو التصميم الاسود. طيب
اذا كنت بستخدمه شخصيا اوكي راح احذف كل الواجهات اللي موجوده وراح استخدم جنوم كلاسيك هذه او استخدم كي دي اي لانه زي ما تقول هم اكثر استقرار من بقيه الواجهات. طبعا بغض النظر ان اكس اف سي شويه مستقره ترى اوبن بوكس نفس الكلام ولكن اقصد انا واجهه متقدمه شوي. طيب الاشياء اللي ممكن تمر عليك ترى تسبب لك مشكلات اوكي كيف تحلها؟ اذا واجهتك مشكله علقت التوزيع صار اي شيء اضغط على كنترول اوت اف 2. طبعا تلاحظ انه انا مواجه مشكله قبل شوي مدير شايف انا ما ادري صار مضغط هنا اي جيد. طيب خلنا نسوي ريسيت للفيرتشوال بوكس اوكي سويت لها طبعا ريستارت. ممكن تضغط على كنترول الت اف 2 حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وين رحتوا اوكي اي اوكي هنا ماشي. هذا بيعطيك اللي هو التي واي. التي واي من هنا عباره عن طرفيه فتكتب هنا اسم المستخدم اذا مثلا روت او اسم المستخدم حقك وكلمه المرور. اذا علقت صار اي شيء يكتب سيرفيس ريستارت عفوا سيرفيس لايت دي ام ريستارت اوكي. هذا لو كنت واجهت مشكله. ايضا انت ممكن تغير مدير العرض هذا اللي هو مو مدير العرض اللي هو مدير الدخول هذا اوكي اللي يسمى ديسبلاي مانجر في الوقت مدير عرض. فاذا حاب تغيره ممكن تكتب هنا دي باكج ريكونفيجر اوكي واسم المدير اللي تبيه. طبعا موجود كي دي ام فاذا حاب استخدم كي دي ام راح اكتب هنا طبعا خيرا بين كي دي ام ولايت دي ام راح اختار كي دي ام. خلص راح اكتب الحين سيرفيس لايت دي ام ستوب عشان اوقفه ثم سيرفيس كي دي ام ستارت. طبعا تلاحظ انه هذا بيجي حق الكي دي اي بصراحه اجمل. طبعا تغيير من هنا ترى ها ممكن تختار نفس الفكره من هنا اوكي. في بعض الاشياء اللي ممكن تواجهها ايضا داخل التوزيع نفسه فعلى سبيل المثال ايضا للحصر اوكي هذه مشكله الحين قدامكم. المشكله اللي هي انه ما ادري وين راحت الجماعه اللي موجوده هنا لا طرفيه ولا شيء. اضغط على زر سطح المكتب زر يمين اوبن ان تيرمينال اوكي بيفتح لك التيرمينال زي ما شفتوا قبل شوي. انا سويت كل اول جنوم بانل عشان اقفل وافتح من جديد ويطلع الشريط اللي موجود. من الاشياء اللي موجوده ايضا ممكن تواجه معك مشكله اللي هي ممكن مدير النوافذ رافض يشتغل اوكي. طبعا مدير او مدراء النوافذ الموجودين عندك بالنظام المدير الاول اللي هو كومبس اوكي. في عندك مدير ثاني اللي هو ميتا سيتي اوكي. في عندك ايضا كي 1 وفي عندك ايضا اكس اف وشو هذا اكس اف دبليو ام. في عندك اوبن بوكس والى اخره. الفكره منها انه اذا حاب تختار اي واحد منهم الايقونه هذه مش ظاهره عندك يعني يا سنه سوخه اوكي يعني هذه ما طلعت عندك ايش راح تسوي؟ راح تكتب هنا مثلا اذا حاب تستخدم كي 1 طبعا الحين استخدم الكومبس كي 1 ريبليس انتر طبعا حطيت شرطه انا مش اسمه داش. طيب اوكي راح اللي بدك تستخدم اللي هو الكي 1 الحين يا سنة سيوخة. طيب ما ادري ايش طرفياتها الجميله هذه ولكن خلونا نفتح طرفيه ثانيه. ممكن تكتب كومبيز ريبليس لو حاب انك تغير رايك. طبعا انت ممكن تسوي شيء ثاني لو تضغط على كنترول تضغط على اف الت اف 2 اوكي خلي الرقمي هذا هذا افضل من الطرفيه خاصه اللي بتنفذ امر زي ريبليس. فلو كتبت كي 1 ريبليس خلاص تختفي هذه النافذه بيحل الموضوع بيرجع لك خلاص يشتغل كي 1 مو مثل الطرفيه يطلع لك اشياء لما تقفل الطرفيه يروح عليك. طيب هذه هي تقريبا بعض الاشياء الجميله جدا بالتوزيع. بصراحه التوزيع رهيبه جميله فيها مؤثرات فيها شغلات كثيره ولكن كثره الشيء يعني احنا عندنا مثل يقول لا تشاتر الدبلت يعني صار كثير يعني يصير يد بالتشابد يعني يجيك شيء كذا وع. طيب اتمنى الشرح يوصل وفهمتوا. نشوفكم ان شاء الله في مراجعه قادمه. الرابط حق التوزيع المواقع التوزيع موجود تحت. اي استفسارات اي اسئله في عندكم منتدى الدعم الفني اللي عنده توزيع حاب يسوي له مراجعه يرسل لي على رابط اشتراحات تحت و مع السلامه.